وسهلا ومرحبا بكل من انضم لمشاهدة هالحلقة الجديدة من هالبرنامج. أعزائي المشاهدين، فاصل ومنبدأ حلقتنا. بالوقت اللي عم تغص فيه البلد بالأزمات المعيشية وباللحظات اللي عم يأكل فيها المواطن هم أكلته وشربته، وهو نازل لطم على وشه، مطالبة مفاجئة بمحافظة دمشق من قبل مسؤولين عم يطالبوا التحرك السريع بسرعة ضد استخدام البسطات للشوادر الشتوية. لحد هاي اللحظة ما في أي شيء مثير للاستغراب، ولكن ما يثير الاستغراب والاستنكار والاستعجاب والاستفهام هو أنه المطالبات بتنص على عدم استخدام الشوادر اللي كانت تتقدم كمساعدات ومعونات. هلا المواطن استغرب وتساءل انه ليش بقى هالمطالبات وليش هالقرار وشو الفرق بين الشوادر تبع المعونات والشوادر العادية. قالوا له الجماعة مشانك يا حبيب قلبنا المواطن. المواطن استغرب وبوجه بريء قال لهم كيف يعني مشاني؟ شو دخلني انا؟ قالوا له مشان مشاعرك ما تنجرح. وشو دخل مشاعري كمواطن بالشوادر تبع البسطات؟ تعال لكاني عزيزي المشاهد لأشرح لك شو بيقول الخبر كاملا. مطالبات بإزالة شوادر المساعدات المستخدمة كمظلات كونها تتسبب بضرر معنوي للمجتمع. وقد طالب عضو بالمكتب التنفيذي في محافظة دمشق خلال اجتماع مجلس المدينة بإزالة الشوادر البلاستيكية، أي شوادر المساعدات التي تستخدمها المحلات والبسطات كمظلات لها، كونها تتسبب بضرر معنوي للمجتمع السوري. وسيتم توجيه رؤساء الدوائر بالمعالجة الفورية للشوادر التي تحمل شعار الإعانات وإزالتها. هلأ المواطن عم يتساءل، هلأ كل شيء عم نشوفه يوميا لا يجرح المشاعر والشوادر تجرح؟ الخبزات اللي عم تعدوهم علينا يوميا ما بيجرحوا المشاعر والشادر بيجرحهم؟ سياراتنا اللي عم تنقطع بالطرقات بسبب قلة البنزين ما بتجرح المشاعر والشوادر تجرحهم؟ الغاز والمازوت والبرد اللي ما حدا بيعرف كيف بده يمرق حاله بيناتهم، كل هدول ما بيجرحوا والشوادر بتجرح؟ أخي ليكو، حلونا القصص هدول اللي حكينا عنهم وخلونا نتجرح أخي بالشوادر. نحنا سيد من نتجرح بالشوادر، ما عنا مشكلة. عزيزي المشاهد، هاي الصورة اللي رح تشوفها هلأ هي صورة لمنتج من أعظم المنتجات اللي أعلنت عن إطلاق سلسلة إلكترونية عالمية. عزيزي المشاهد، هاي الصورة هي لأول كمبيوتر من شركة أبل تم إطلاقه بالعالم. هلأ الجماعة عم يقولوا إنه هذا الجهاز معروض للبيع بالمزاد العلني عندهم. هلأ أنا بصراحة استغربت، لأنه إذا بيعرفوا الجماعة عنا إنه في هيك كمبيوتر دغري بيدقوا مناقصة وبياخدوه. هلأ أنت كمشاهد هلأ رح تفكر أنه نحن رح نشتري وناخده على شي متحف ونعرضه هنيك، فأنا رح أنهي تفكيرك هاد وقلك أنه نحن أزكى من هيك. نحن رح نعمله صيانة وشوية رتوش ونوصفه بشي دائرة هيك مرتبة. رح تستغرب هلأ أنت بالبداية وتقول أنه أكيد فترة ورح يتعطل، يعني ما رح يشتغل. فبقلك أنه أنا أكيد بتفهم تفكيرك وتسرعك، بس رح قلك شو هي الشروط اللي لازم تتوفر بأجهزة الكمبيوتر عنا. أول شيء، لازم جهاز الكمبيوتر ما يشتغل أكثر من 3 ساعات من دون ما يتعطل، تتوقف أحوال الناس. وهون بقى بيصير دور الموظف اللي ما بيتحمل نقاش كتير وبيبلش يضوج على العالم ويعصب عليهم، لأنه راماته ما بتسمح له يضل رايق مع انعدام وجود التكنولوجيا. يعطيك العافية. ليش ما في تصوير؟ في شخصين اجوا بعدين بالعشرة فاتوا، في واحد منهم صار يسب ويكفر وكذا، بعد منهم صار في تراضي ما احلاه وراح مشي حاله. جاي بدي نزل بنتي على البطاقة وبدي اغير رقم الهاتف مشان اخذ خبز. من امتى؟ صار لي شي ساعة ونص. وانا عسكري وجاي بدي اعمل ورقة، انا جاي عسكري 3 4 ايام اجازة، بدي نطرون ساعتين ثلاثة وصار من الساعة 9 نحو. صار ثلاث ايام بلا خبز. ليش؟ بيقولوا بدك رقم الكود، حكوا على الشركة تبعت رقم كود من الصباح الساعة 8 هون، ما بعتوا رقم كود لهلا. واخيرا خلونا نروح نغير جو وننبسط شوي ونسمع تامر حسني شو عامل. الفنان تامر حسني رايح على حفلة عرس لاثنين مصريين يمكن بأمريكا من دون ما يعرفوا. طبعا تامر رايح على العرس ليغني بشكل مأجور بعد ما اتفق مع أم العروس اللي فاجأت العرسان بحضور هالنجم. من خلال هذا الفيديو هلأ هنعرف شو القصة. تعرف بحس
شغلوا الاغنيه وانا موجود. هلا انا كسوري وبحسبها كثير، حاول دقق شوي بملامح العريس اللي راح يضطر انه يدفع مبلغ حضور تامر حسني وغنائه لمده ساعتين، فلقيت نظره العريس كالتالي. على ما يبدو انه هي الفكره مو مغريه للتجربه عنا بالبلد، لانه اذا شيء ام عروس بتروح وبتتشاطر وبتجيب عمر سليمان مثلا وبيطلب 30,000 ليره، بنتها رح تتطلق ويقلب العرس شر ونكد. على امل اني لاقيكم بكره وانتم مرتاحين ماديا ونفسيا ومعنويا. بدي اتمنى لكم 24 ساعه مليانه بالحب والسعاده والوئام. عزيزي وعزيزتي المشاهده، باي باي.